هذا القليل لما نبكي لما نشكي والحنين لك الله يصلحك يا لينا، كنت فيأتينا ودعنا لابنك قبل ما يروح على المدرسة. هلك الصبي هو عم يحاول يفيأك الصبح ما كنت ترد. الله وكيلك ما حسيت عليه، شبك انت؟ لينا كيف وضعه ابنك بالمدرسة؟ منيح ماشي حاله. يعني حدا عم يسمعه شيء، عم يحكوا معه شيء هيك غليظ او كذا؟ لا لا ابدا ابدا، بالعكس هون كثير عم يتعاملوا مع الطلاب السوريين هيك بعناية وحساسية. ايه وليش لا؟ يعني مثل ما بتعرفي السوريين انقذوا له الموسم السياحي للبنانيين. لا لا مو هذا هو السبب، يعني اكيد الجانب الاقتصادي له دور اكيد، بس هن بشكل عام تغير موقفهم من السوريين. لا تنسى انه هن اكلينا من قبل. مزبوط. قلت معك شويه مصاري، يعني مو مبلغ كبير كثير، شغلت مبلغ مشي في اموري لبين ما تنحل قصه الكريدت كارد تبعي مضروبه. شغلة 100 دولار يعني؟ لا أكثر بشوي، شغلة 1500 دولار. بس وينك؟ رجع لك ياهم المساكين. لا والله ما معي هيك شيء. قديش معك؟ شيء 400-500، كمان شايلهم للطوارئ. هلا الـ400-500 صاروا ينشالوا للطوارئ؟ افتح ريشك شو دروشان. بكل الاحوال جيبهم ماشي بمشي حالي فيهم انا هلا وبرجع لك اياهم بعدين، بس ما في داعي تشلق الدباب، تشلق لينا، يعني خليها القصه بيناتنا ماشي؟ ترجعونا؟ طبعا. الله يخلي لك الشمعه يا لينا.
والله يا ابو سامي هالمره ما راح تمرق بوجه طينه. يه مطور عمره الحيطان بتشقق وبتقبع ومره ما بطينه. ايه بتشقق بس هالسنه الضرر كبير، في شقوق ماكنه. هذا من كتر الهبج واللبج اللي عم يصير فوقنا وحوالينا. والله يا فهد هبج واللبج يا ابو سامي؟ علي الحلال انتوا عايشين بالمانيا، روح على الضواحي لعنا وشوف بنايات منها إلها بالاراضي. هي تخلص وكل شيء بيرجع بيتعمر لك يا ابو فهد. ايوه ومين بدي عمرها بالله؟ زهرة شباب البلد اللي صاروا تحت التراب، ولا يلي حملوا حالهم وراحوا، ولا هذول يلي بالمخيمات عم يموتوا من الجوع والقهر كل يوم ألف موتة، ولا يلي ضبوا شنطيهم ويافكيك وراحوا يشعدوا علينا شي بأوروبا وشي بالخليج. أخ يا وسامي الله وكيلك، أربع عمال كان عندي طلعت روحي ألف طلعة لحتى علمتهم المصلحة. بعدين شو؟ واحد راح على الجيش الحر، وواحد شبيح، وواحد نازح. هدول ثلاثة، وطالما بقي معك واحد من الأربعة يحط إيده بإيدك معناها البلد لسه في مين يعمرها لك يا أبو فهد. دخلك عن أي واحد عم تحكي؟ مع عمالك أربعة وإنت عديت لي ثلاثة. إيه. هذاك ما بتجوز عليه غير الرحمة، الله يرحمه صار تحت التراب. هاي المواد عم يا بسامي، تفضل. إذا بدك ترمم سقف الغرفة التحتانية بتزيد عليهن اللي مكتوبين تحت هذول. ليش أنا بدي أجيب المواد؟ مو عادة أنت بتجيبه. أنا راح أجيبها. أه؟ بس بدي إياك تنزل على السوق وتتأكد بنفسك مشان الأسعار. بزار زادت كتير عن السنة الماضية. شي ضعفين، شي ثلاثة، شي أكثر. وبتقول لي بتتعمار. السلام عليكم. عليك السلام. ولك إيه بتتعمر لك يا أبو فهد. اخذي وردة يا حلوة، وردة. شو بيطلع من خاطرك مع اللي شايفه؟